الرضا عبد العال ايضا كان ليهم مداخله مهمه بعد المباراه في قناه الحدث، نقف معاها شويه. ماتش نهائي زي نهائي افريقيا كده، وتيجي انت تقوم جاي لغيها عشان انت موجه كحكم البطوله النادي بعينه؟ لا، انا لو الاتحاد الافريقي الاتحاد ده صارم وعنده فعلا مصداقيه وعايز يطلع الموضوع ده، يوقف حكم المباراه النهارده ويبطلوا تحكيم زي اللي احنا لو اثبتت عليه كمان ان هو كان واخد رشوه او مش واخد رشوه، لان النهارده دي فضيحه للتحكيم. انت دلوقتي تقنيه الفار دي العالم كله بيتكلم عنها، وانت جبتها لغايه هنا في ماتش زي ده، ويجي انت تضرب بكل الكلام ده ضرب الحائط ومالكش دعوه بيها، وتروح وتشوف وهم كمان يعني بيأثروا عليك وبيقول لك الكره مش ضربه جزاء وانت مصمم، وبعد كده تيجي تقول لي وبعد ما بصيت الفار وتقوم جاي عامل بايدك كده وتقوم جاي حاسب ضربه جزاء، ايه البجاح ده؟ انت قارح يا جدع، ده انت قارح. لا 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 لا، انا بكلمك، ده انت حكم فاجر، ولازم على الاتحاد الافريقي اقسم بالله لو هم ناس محترمه وناس ما لهمش في اللف والدوران، الحكم دوت ما حكمش تاني ويبطل تحكيم ويتوقف مدى الحياه. فضيحه، ده فضيحه لمصر قبل ما كل النادي الاهلي. تخيلوا دول مصريين، كابتن رضا اللي لعب للاهلي والزمالك، ومش بيتكلم على المباراه بين الاهلي والزمالك عشان نقول ان مشاعره مصر حتى مع الزمالك، ده بيتكلم على مباراه بين الاهلي ونادي منافس خارجي على ماتش. يعني ثبت. ايه رايك بقى ان الفار اللي قال له احسبها ضربه جزاء؟ ما انا زعلان على الجهل والله، انا زعلان على الناس. لا هو لا، سيبك من الجهل، ما هو الجهل يخليك تقول كلام غلط، بس ما خليش مشاعرك تبان كده. ايه يا كابتن رضا اللي مزعلك من الاهلي قوي كده؟ ليه مش طايق وبتقول الحكم يتوقف والاتحاد الافريقي؟ انت بتتكلم زي ما يكون الموضوع معكوس. يعني ده لما اتعمل في الاهلي في 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 الجون اللي اتلغى من الوداد، ما فيش واحد فيكم طلع عليه الكلام ده ولا حد نطق، ولما ايد رامو ما فيش حد فيكم طلع عليه الكلام لك ده. اخطاء التحكيم جزء من والاهلي عمال بيطلع من 3 بطولات كان زمانه وصل كاس العالم 8 مرات، ما فيش نادي عملها قبليه، ما حدش طلع اتكلم عن الكلام ده. انتوا جايين لشككم او لانكم اتضايقتوا ان اتحسب له ضربة جزاء كان من الممكن في رايكم انها ما تتحسبش، تقولوا الكلام ده؟ ايه الحرص ده على انكم تطلعوا تشوهوا مكسب الاهلي وبيتعاملوا مع الاهلي والله يا استاذ ابراهيم اكنه هو النادي الغريب، يعني 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 اكن الاهلي ده مش في مصر وبيلعب الزمالك بقى. ايه في ايه يا جماعه؟ انا يعني انا ما كنتش اتفرجت طبعا، احنا كل لكن الحقيقه الواحد لما بيشوف الكلام ده بيحزن. ناس يعني تخيلوا رد فعل الكابتن طارق دياب، كابتن الترجي التاريخي، واحد من نجوم الكره التونسيه الكبار، شوفوا رايه. هو انتقد الحكم لكن قال لك هذا لم يؤثر على الاهلي، الاهلي نادي كبير والاهلي كان يستحق الفوز. نبيل معلول شايف ان الحكم ملوش اي علاقه، ده مدرب المنتخب التونسي. عندنا والله ما حصلش في تونس، والله التوانسه نفسهم حتى على زعلهم على هزيمه الترجي لم يبخسوا الاهلي حقه، اللي البهوات دول نصبوا الجنازه دي وزعلانين قوي ان الاهلي كسب. بيصدروا المظلوميه اللي لتونس بالظبط، وبيتواصلوا معاهم يدي لهم مستندات مزيفه. ايه ده؟ انا مش متخيل يا جماعه ان ده حصل والله. يعني انا لما تحكي لي ان ده ممكن يحصل ما صدقوش. ده هو كابتن رضا بعد كده مكمل كمان اي الكلام اكثر قسوه من هذا الكلام، انا مندهش. طيب شريف عبد المنعم دقة او نشوف كمان الكابتن رضا عبد العال، لانه غضبه تمادى ووصل لدرجه التحريض اللي خلى محمد رشوان المحامي يحطه في البلاغ للنائب العام. لا ده بيتهكم على الاهلي، عايز يكسب سفلقه. نشوف يعني جمهور النادي الاهلي يقول لك ايه؟ طب وانت مالك؟ زي ما هم كاتبين لي دلوقتي على الفيس وبيشتموني والكلام ده. وانتم يعني انتوا عايزين تاخدوها سفلقه ولا عايزين تاخدوها بنزاهه ولا عايزين تاخدوها بشياكه وان انت بعرق وبجوع؟ ما بقاش في عوامل مساعده من حكم، ما تقوليش بقى اصل متعه كره القدم اخطاء الحكم. دي من متعه الكره، لا ما ينفعش. ده راجل جاي امبارح شكله كده انا مخلص الليله.
ده كلام الليله ماشي مع السيناريو اللي محبوك من قبل الماتش بالجواب ده كده خلصان. هو قال كده، هو طالعين كلهم مخلص الليله، طالعين ياكدوا على المعنى ده على الجواب اللي اتزور، وهم عارفين مصدر التزوير. طب انا يعني ده شغل بقى يعني مش عايز اقول.